رح نبدأ أولى محطاتنا لليوم مع مساحتنا الطبية سمر، ورح نتحدث فيها عن موضوع البدانة، تأثيرها على الصبايا، على الفتيات، وأيضا على المرأة الحامل، إضافة لسلالات جديدة من فيروس كورونا وما يسمى بالموجة الثالثة. أكيد كل هالتفاصيل رح يخبرنا عنها الدكتور أكرم الأحمر، اختصاصي بالأمراض التناسلية ومعالجة العقم. صباح الخير دكتور. يا صباح الفل، يا هلا، يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. صباح النور دكتور. بالبدايه، هل زياده الوزن بتاثر على تاخر الحمل والانجاب؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع. طيب اسمحوا لي سيداتي نبدا من مقدمتكم، انه هي الموضوع عنا زياده الوزن اوبيسيتي. تمام. هلا نحن خلينا نفرق بين شغلتين بالبدايه، بين شيء اللي هو زياده الوزن، يعني مثل واحد رياضي وعم يبني عضل، هذا لو عنده زياده وزن بس ما بنخاف، لانه هي مانا اوبيسيتي، مانا فرط شحميه موجوده، بناء على يعني الكتله الشحميه الموجوده بالجسم سواء رجل ولا انثى. هلا عندنا انواع مختلفه طبعا نحن للبدانه، اللي هي مثل ما اتفقنا شو تعريفها هلا بدنا اياه، فرط الشحميه. عندنا البدانه اللي بتبقى معممه بالجسم، عندنا بدانه اللي بتبقى بالجزء الاعلى، عندنا بالجسم نموذج من الابل شيب، التفاحه، نموذج تفاحه. في عنا البدانة الموجودة جوا الأمعاء أو الأحشاء البطن، وعنا البدانة يلي هي موجودة عند الأرداف وهيك. هلأ هدول كلياتهم بيفوتوا ضمن تصنيف البدانة. هلأ نحن بتذكر أنا وياكم عملنا حلقة عن السكر والسكريات، وقتها حذرنا من الأبيضين، السكر والملح. هلأ نحكي بقى عن زيادة الوزن الأوبيسيتي. خلونا نتفق أنا وياكم سيداتي بشغلة، وأرجو يعني نوصل لكلمة سواء مع مشاهدينا، إنه شو رأيكم نعتبر هاي القصة الأبيضين، السكر والملح وزيادة الوزن، التعامل معهم إنه يكون جزء مما يسمى بالأمن الوطني الصحي. تمام. وهلأ بآخر الحلقة إذا بتذكروني سيدتي، إذا سمحتي نتذكر كلنا، إنه بلكي منعمل تحدي أنا وياكم، وأنا رح أحكي عن حالي، بدأ من كرشي يعني، اوكي، فنعمل تحدي انا وياكم ومشاهدينا بس لمده شهر، ونقول شو هذا التحدي باخر الحلقه. فاذا هي امن وطني صحي، ارجوكم ننتبه لهالكلمه. هلا اذا بنرجع لقصه الوزن وتاخر الحمل، هلا بنلاحظ نحن شغله، وخلينا نربط شغلتين مع بعضهم دائما انا وياكم بهالحلقه، الوزن وهرمون الليبتين. الوزن وهرمون الليبتين. هلا لما يكون في عنا overweight، إذا معناته هرمون الليبتين عالي، هاي حفظناها. نجي للخطوة الثانية، إنه هرمون الليبتين هو بيتدخل بضمن عمل المبيض وعمل غدة النخامة، يلي هي بالأساس المسؤولة عن عمل المبيضين. تمام؟ كيف بيتدخل فيهم؟ إنه يؤدي لشيء اسمه هايبر أندروجينيك، يعني فرط أندروجيني، فرط هرمون مذكر، زيادة هرمون مذكر. زيادة الهرمون المذكر بأي الحالة بتأثر على عمل المبيضين اللي هنا مسؤولين عن إنتاج بويضة بمنتصف الدورة الشهرية. بصير المبيض بدل ما يطلع بويضة بمنتصف الدورة الشهرية، بصير المبيض بيطلع أكياس. فدخلنا هون باللي اسمه البوليسيستيك أوفري سيندروم، أو متلازمة المبيض متعدد الأكياس، يلي إنه بدل المبيض ما يطلع بويضة بصير بتطلع أكياس داير مدور المبيض، بتمنع البويضة، بتخنقها للبويضة اللي بمركز المبيض من انها تطلع تسلل لسطح المبيض ويطق الجريب الإباضي ويطلع بويضة. فإذا بهي الحالة نحن بسبب الصحة، فلذلك بنلاحظ شغلة كتير من مريضاتنا اللي بيراجعونا، الفتيات اللي بيراجعونا هلأ، يلي هو خلينا نقول شبه مرض العصر عند الفتيات، يلي هو الـ PCO، مبيض متعدد الأكياس أو تكيس المبايض، واواوا انه بيراجعونا بهي الحالة من اللي بيكون عندهم overweight، زيادة وزن أو obesity، المقصود obesity بدقة أكتر. بنقول لهم أهم علاج نزلوا وزنكم، نحن رح نخسر أجرة الكشفية لما بتجوا لعنا، لأنه ما بقى في داعي تجوا لعنا، لأنه تكونوا طبطوا. تمام. هي بأغلب الحالات. إذن هذا التأثير كتير مهم. حمل يلي هو الأكنية، حب الشباب، فرط الشعرانية، نقص شعر الرأس لأنه بيهرب بسرعة، البشرة الدهنية، تزييت الشعر، كتير أمور مهمة بتعاني منها البنت بسبب الأوبيسيتي، زيادة الوزن. نعم.
دكتور يعني أعطيتنا تفصيل كتير دقيق لهذا الموضوع، ويمكن ببداية حديثك عن احذروا الأبيضين، وأكيد دائما وقت يجي لعندك حالات عندهم أكياس أو عندهم كيسة، فغالبا يعني يكون فيها سكريات، يعني هي عبارة عن سكريات، مو كيسة تكيس، تكيسات نعم. بس فيها سكريات يعني دكتور، نعم. دائما انت ويمكن بتوصفوا شيء خافض سكر، نعم. او هيك قصص. ايضا المرأة الحامل عم بتعاني من هذا الموضوع، هل المرأة الحامل مثل الصبية مع طريقة العلاج او تختلف؟ وحتى الشغلات الثانية ممكن نحكي على علاجها للمرأة الحامل اذا عندها فرط زيادة وزن. تماما، علاج المرأة الحامل بهي الحالة هم نبتعد عن الأدوية، منروح باتجاه التوصيات التغذية والحمية تبعيتها، الدايت اللي لازم تعملها والسبور اللي لازم تعمله، طبعا بحسب استشارة الطبيب بما يسمح لها، قديش مقدار الإفورت الجهد يلي هو مسمح لتساوي بهي الحالة. أما منبتعد نحن عن المعالجات الدوائية بهالحالة. تماما. دكتور خلينا نحكي عن مخاطر الوزن الزائد على الأشهر الأولى بالحمل، شو هي؟ تماما، هلأ هيك حلو الكلام. هلا بدنا نحكي عن الاشهر الاولى والاشهر المتوسطه والاشهر الاخيره، لكن اهم شيء الاشهر الاولى. هلا بنرجع لما حكينا قبل شوي انا وياكم، لما ربطنا الموضوع الاوبيسيتي زياده الوزن وهرمون الليبتين. هلا هرمون الليبتين هذا شغله كثير لذيذه، يعني اذا بنفهمه مزبوط، فانا رح مبسطها الحكايه. هرمون الليبتين هو بيؤدي لما بيكون مرتفع بسبب زياده الوزن. رح نفترض انه عندنا هلا سيده متزوجه صار عندها جريب اباضي، في جوات منه إباضة بويضة، منلاقي هالبويضة يلي عندها زيادة وزن، وأرجو الانتباه هي البويضة تكون لو طلعت وشفناها على الإيكو طق الجريب الإباضي وصارت حادثة الإباضة، منلاقي هي الإباضة عند البويضة، هي البويضة قبولة للتخصيب غير جيد بأغلب الحالات. فلذلك نفترض أنه كمان تخصبت، يعني تلقحت البويضة من النطفة وراحت للرحم. بالرحم هرمون الليبتين اللي حكينا عنه له علاقة بمجموعة مستقبلات موجودة ضمن بطانة الرحم. لاحظي نحن عم نحكي عن خط إنتاج متكامل، أوكي؟ طيب هلا لما بتروح البويضة الملقحة وين بتتعشش؟ ببطانة الرحم. بدها تعمل شي حادثة التص، أول شي بدها تلتصق ببطانة الرحم. لما بيكون هذا هرمون الليبتين موجود يؤثر على هدول الريسبتورز المستقبلات الموجودة ببطانة الرحم وبيخلي يكون تعشيشها ضعيف. فلذلك برجع لسؤالك سمر، انه شو تأثيره على الأشهر الأولى من الحمل؟ منقول يؤدي بالأشهر الأولى للحمل لأكبر عدد بسبب حالات الأبورشن، حالات الإجهاض، لهذه الأسباب اللي ذكرناها نحن. فإذا بنرجع هلأ بشكل سابق لهالمرحلة، انه نحن هرمون الليبتين اللي حكينا عنه انه هو مرتبط بهرمون اسمه LH يلي هو مسؤول عن بنبضته الكبيرة عن حادثة الإباضة. فلذلك منشوف انه عم نراقب سيده متزوجه، عم نراقب اباضتها، عم يوصل جريب اباضي كويس ممتاز بين 18 ل 22 ملم، بعدين بنلاقي ما صارت حادثه الاباضه، بالعكس تطور هالجريب لكيسه، غالبا بتزول على الدوره القادمه، يعني بتروح على الدوره القادمه. السبب انه هرمون الليبتين، انه ال اتش لحتى تصير حادثه الاباضه لازم يطلع ببيك ذروه عاليه، هو بيخلي الذروه تبعيته مانا عاليه قصيره، فبيأثر على عملية إطلاق البويضة. فلذلك بنلاحظ أنه بالأشهر الحمل الأولى أكثر شيء بنشوف حوادث الأبورشن، الإجهاض، وما اللي منهم بيستمروا بدون ما يصير عندهم أبورشن، هدول ممكن يستمروا. بنشوف بقى تشوهات عند الأجنة بتصير لاحقا بأشهر الحمل المتوسطة والأخيرة، إذا فينا في معنا وقت لأحكي عنها، أنه هو بس ممكن يصير في عنا الجنين العرطل، الجنين الضخم، يعني 4 كيلو ونص، هذا مما يترافق من حوادث إمراضية تترافق مع عملية الولادة، بدل ما تكون ولادة طبيعية نتجه للقيصرية، ممكن نتجه وقت القيصرية أنه بيزيد عنا قصص الانفكشنز، الالتهابات، بالرغم من الاحتياطات الأخدينة. وهذا الشيء ينطبق على كل حدا عنده أوبيسيتي، عنده زيادة وزن، انه لما يتعرض لعمل جراحي عنده قصة تعرض للالتهابات اعلى. فلذلك انه بنشوف في عنا يعني كونسيكونسي، انه في تتالي حوادث ممكن تصير. اولا ممكن يؤدي لابورشن، نفض الجنين، احتمال ترتفع عنده نسبة الاصابة ببعض التشوهات،
وصلنا للولادة صار في عنا مشكلة أثناء الولادة. هلأ منقول نحن شو تأثير الأوبيسيتي زيادة الوزن على الحامل، لأنه هون العملية تبادلية سيدتي، إنه شو تأثيره؟ إنه منقول صارت الحامل معرضة بمرحلة الحمل الأخيرة لشيء اسمه البري إكلامبسيا يلي هو حالة ما قبل الانسمام الحملي، بتصير معرضة أكثر لشيء اسمه الهايبرتنشن الحملي، ارتفاع الضغط الشرياني الحملي بسبب زيادة الوزن تبعها، بتصير هي عفواً معرضة أكثر للإصابة بالديابيتس السكري النوع الثاني. كل ما لا بتترافق، طيب إذا أصيبت بالديابيتس هلأ بهذا الحمل الأول، ما تقدش في عندها فرصة للحمل الثاني لو نزل وزنها أنه يصير في عندها ديابيتس، صارت شبه مؤهبة. فإذا نحن بجد عم نحكي عن موضوع جدا مهم يرتبط بما قلنا، هذا شيء اسمه أمن وطني صحي. نعم يمكن دكتور حكيت من بداية الحمل بالأشهر الأولى وانتهاء بطريقة الولادة اللي ممكن تأثرها السمنة. خلينا نحكي عن مخاطر السمنة على نمط الحياة المستقبلي للحامل بعد الولادة. هلأ هون انه هي في عندها عناية ببيتها، طيب بدنا ندبرها انه نرد ننزل لها وزنها، يفترض انه لازم نحاول ننزل لها وزنها، صار في عندنا أدوية لازم تاخدها، حمية لازم تاخدها، بين هي انه بدها تعمل طبخه واحده للبيت بدها تعمل تنتين، واحده لإلها وواحده لبقيه اهل البيت، بين بقى مراقبتها مثل ما حكينا هلا قبل شوي، بين مراقبتها انه اذا بلش يصير عندها لا سمح الله بدايه ارتفاع ضغط شرياني، اذا بلش يصير عند منها ارتفاع سكري سكري النمط الثاني تايب 2 اللي قلنا عنه، هون هذا كلياته يؤدي انه صرنا بنمط حياه مختلف مرضي، بدل ما يكون ممتع والصحي صرنا بنمط حياة مرضي ومكلف. هي من جهة. من جهة تانية انه بنعرف نحن حالة الحمل انه هي حالة منهكة لجسد الحامل، فلذلك نحن بنقول يفضل الفواصل تكون بين كل حمل والآخر حوالي 3 سنين على الأقل، انه ليرجع يترمم جسمها، ترجع قادرة تتربي هذا الوليد الجديد. نعم. طيب هلا لما بصير انه جسمها منهك بين ما رممت نقص الكلس اللي صار عندها، بين ما رممت نقص الخضاب اللي صار عندها في حال حدوثهم يعني، وهدول بيكتروا عن مريضات الأوبيسيتي زيادة الوزن، بين ما رممتهم هي كتير وقتها صارت معرضة بسبب زيادة وزنها لضغط على مفاصلها، صار عندها للإصابات القلبية الوعائية الخثرية صارت معرضة أكثر من غيرها، وهون عود دبر هالحالات كلياتها، وهي بوقت لازم تكون كل طاقتها موجهة تجاه الوليد وهالأسرة اللي تشكلت، وبنفس الوقت كل طاقة بدنها جسمها انه تروح لترميم يعني ما رح اقول خلل، ترميم يلي صار معها اثناء الحمل لطلع هذا الوليد. فلذلك انه نمط حياة جدا مختلف، ارجو انه ننتبه له. اكيد هلا دكتور كثير من السيدات هلا عم يتابعونا يمكن بيعانوا من وزن زائد، نعم، كمان هن حوامل بنفس الوقت، واذا سمعوا هذا الكلام حيكتئبوا، النفسية كثير بتاثر على الحمل. خلينا نحكي شو ممكن انت تنصحهم للوقاية من الامراض، انه هن مشي حالهم وزنهم زائد وحوامل، شو هي النصيحة اللي بتقدم لهم اياها اليوم؟ وكمان بدنا نصائح لكل الفتيات اللي عم يتابعوك، يعني قبل الاقبال على الزواج شو هي حتكون كمان؟ واو هذا السؤال كثير مهم سمر، شكرا. هلا بقول لهم انه لا يكتئبوا، لانه الحلول موجوده. تمام. بضبط حميه قادرين الوزن الزائد اللي عندهم ينزل اثناء الحمل ينزل، وبنفس الوقت ياخذوا فيتامينز وياخذوا مينرالز يعني معادن وفيتامينات وكل المقومات الغذائيه السليم الكامله لإلها وللجنين اللي بطنها، بس بحميه وبشويه رياضه. فاذا انه لا يكتئبوا، ما يحطوا لنا اياها حجه، قادرين نوصل للتارجت للهدف تبعنا. هلا هي من جهه، من جهه ثانيه نصيحتي للفتيات المقبلين على الزواج، ارجو منكم انتم يا بنات سوريا بنات حلوين، اوكي؟ انتم بالمرتبه الثالثه عالميا من حيث الجمال والاهتمام بالجمال. طيب زياده الوزن خلينا نقول من ناحيه جماليه انتم مقدمين على زواج. طيب من ناحيه جماليه لا، زياده الوزن والله ما أنا حلوه. اكيد. اي مفهومه صارت. خلينا نقول بقى انه شو تأثيرها. طيب خلينا نحكي بشكل مبسط انا وياكم، انه هلا بنت مقبلة على الزواج عندها زيادة وزن، غالبا عندها اضطراب دورة. طيب بدنا نحدد موعد الزواج، موعد العرس، مشان انه ما يكون في دورة، ما يكون في تعصيب وتعب بلا بلا بلا. اوكي. طيب معناته نحن بهالحالة شو بنعمل؟ بنقول لها لا، تعي تبطي وزنك قبل 5-6 شهور من موعد الزواج،
هذا يؤدي لأنه تكون ترتيباتكم جيدة، حياتك الاجتماعية جيدة. ثانياً يؤدي أنه متى ما انتظمت دورتك بلش إذا في عندك شعرانية تخلصي منها شوي بشوي مع المعالجة، الأكنية حب الشباب عم يروح، آلام الدورة الشهرية، عسرة الطنف اللي ممكن تشوفيها، كلها أنت رح ترتاحي منها. هذا يؤدي بالنهاية أنه لما بتصيري ست متزوجة وصار في برمجة لموضوع الحمل والإنجاب، أنت بغنى عن كل شيء حكيناه قبل شوي. حلو دكتور، يعني هالمعلومات كتير والتفاصيل اللي حكيتها جدا دقيقة ومهمة، وأكيد يا إن شاء الله الكل هيك يكونوا تابعونا واستفادوا منا. بالختام بدنا نحكي عن كوفيد 19 الموجة الثالثة، خلينا نحكي هيك عنه بطريقة سريعة والسلالات تبعه وتأثيره على المرأة الحامل. هلا الحقيقة تأثيره، رح أبدأ بالأخير معك، تأثيره على المرأة الحامل أنه هو مثل أي مرض حموي. تمام. لغاية هلا دراسات غير أنه حالة أو حالتين around the world حول العالم أنه قالوا أنه انتقل للجنين، وما بعرف إذا مثبتين 100%. إذا هذا من ناحية تأثيره على المرأة الحامل. أما من ناحية الموجة الثالثة وكوفيد 19، إنه الحقيقة أنا رح أقول انطلق من كلام قاله أحد الأطباء الكبار للفيروسات بجامعة جونز هوبكنز، بيقول إنه كوفيد 19 أو كورونا رح ينتهي بشهر أبريل، يعني بعد شي شهرين بده ينتهي تقريبا إن شاء الله. لا أنا برأيي إنه ما رح ينتهي بشهر أبريل. نحن ببلدنا وبلاد كثيرة حول العالم رح نشوف الموجة الثالثة منه بشهر. هو عم يستند لكلام انه التلقيح الكبير اللي عم يصير بيو اس اي بامريكا والعدد الاصابات الكبير اللي صار عندهم انه يؤدي لتشكيل شيء اسمه مناعة قطيع. نحن عنا ببلدنا سوريا وبكثير بلاد من العالم، لا نحن لسه بعيدين جدا عن مناعة القطيع، لانه لسه لهلا اللقاح ان بابليك يعني بده يجي بشكل عام. نعم. ومنظمه الصحه العالميه اعلنت بعد عده اسابيع ستصل اول دفعه من اللقاح. نعم. الى سوريا. فاذا نحن امام الموجه الثالثه، ارجو الانتباه، وخاصه انه نحن بفتره بالفصل هذا كثير اوقات ما بنقدر نميز بين كوفيد 19 كورونا وهالأمراض الموسمية الموجودة. نعم. يلي هي بالأساس ممكن تنقص المناعة، فمو ناقصنا كورونا تاني. بنرجع بنقول بس التوصيات البسيطة، التباعد الاجتماعي الموجود، يعني بس التباعد الاجتماعي المكاني المقصود، الكمامة وسيلة الإيدين وتطهير الإيدين والأسطح تعقيما للأسطح الصلبة الموجودة بشكل عام. هذا بس هذا المطلوب، صدقا هذا المطلوب، وبدون هلع، أرجو الانتباه بدون هلع. نعم. مو كل واحد منا ما عطس ترفع درجة حرارته منقول عنه كورونا، نجي بنعطيه 20 ابره تروسي فليكس وثلاث. نعم. انواع انتي بايوتيك وبنعطيهم، لا مو هذا المطلوب ابدا. اكيد دكتور، شكرا لك، شكرا لمعلوماتك القيمه، واكيد بنشوفك بحلقات قادمه. شكرا لك. شكرا لك دكتور اكرم الاحمر الاختصاصي بالامراض النسائيه ومعالجه العقم، نورت صباحنا دكتور.